بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح أوامر 3D أوتوكاد، والنهاردة هتكلم عن سيرفيس باتش. سيرفيس باتش عندي هنا في المنيو بار اللي فوق في هوم سوليد سيرفيس، ندوس على سيرفيس وبعدين مديني كرييت. أنا شرحت المرة اللي فاتت بليند، النهاردة هشرح باتش. الباتش أنا لو عندي سيرفيس زي موجودة قدامي هنا كده أهو، وعايزة أقفلها، عايزه اقفل السيرفيس دي مثلا، اقفلها من فوق كده، تمام؟ اقفلها عن طريق ايه؟ عن طريق الباتش. انا هدوس على باتش من هنا واجي اختار هنا شين، بدوس عليها كده واختار شين، بختار الجزء اللي فوق عندي هنا، وبعدين بدوس بيمين الماوس انتر وبعدين انتر، اهي قفلها لي، تمام؟ شايفين الشكل اتقفل. طيب لو انا جيت عملت له 2 دي واير فريم عشان نشوفها مع بعض، عمل لي سيرفيس، سطح سيرفيس من فوق. لو جيت عملتها لكم تاني اهو، باجي ارسم سيركل وعامل لها اكسترود سيرفيس بالشكل ده كده، وعايزه اقفلها، باجي اقول له باتش واقول له شين واختار السطح اللي فوق ده، بعدين بدوس بيمين ماوس انتر وبعدين انتر، قفله لي زي ما احنا شايفين كده. لو انا جيت قلت له شيدد اهو، انتوا شايفين اتقفل معايا تحت عندي اهو مفتوح زي ما هو، احنا قفلناه بالشكل ده كده. طيب انا لو دوست عليه نفسه السطح ده هيظهر لي هنا في سهم، برضو الكلام ده كان ظهر في البليند، ان انا ممكن اعدل عليه. فانا هنا بدوس على السهم ده كده، عندي هنا ثلاث اختيارات ان انا ممكن اعدل على السطح ده. طيب هو هنا لو قلت له جي 0 هو نفسه اللي موجود عند جي 0، طب لو انا عملته جي 1 شايفين اتغير شكل السطح اللي انا اخترته. طيب جي 2 اتغير الشكل، يبقى انا ممكن اغير الشكل عن طريق السهم اللي بيظهر لما بدوس على السيرفيس اللي انا عملته، تمام؟ طيب لو انا جيت نفس الكلام اللي هو موجود هنا ده، لو انا جيت رسمت سيركل تانية اهي وعملت اكسترود سيرفيس، تمام؟ وجيت برضو قلت له الباتش، قبل ما اعمل باتش هحوله 2 دي واير فريم عشان نشوف مع بعض، هاجي اقول له باتش وبعدين هختار السطح اللي فوق ده وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر. هنا بيظهر لي ثلاث اوامر زي ما احنا شايفين اللي هي كونتينيو والبلج ماجنتيود والجايدز. طيب اول حاجه هي نفسها اللي انا اتكلمت عنها دلوقتي اللي هي الجي 0 والجي 1 والجي 2، تمام؟ هنعملها مثلا جي 1 اهو، اتغير الشكل بتاعه. طيب البلج ماجنتيود لو انا دوست عليها كده انا هحدد الباتش برقم، طيب هو هنا 0.5 انا هقول له اعمله لي 0.8، اتغير بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام؟ وادوس بيمين الماوس انتر، خرجت من الامر. طيب نشوفها مع بعض شيدد اهي، شايفين اتغير الشكل. هنيجي بقى لاخر حاجه اللي هي الباتش جايدز. انا هاجي ادوس على باتش هنا كده وبعدين اختار تشين واختار الايدج اللي موجوده فوق وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، وهنا هختار جايدز، او من هنا هنا في ثلاث اختيارات بختار جايدز، بدوس عليها بالشكل ده كده واختار الجايدز. انا عامله كيرف زي ما شايفين كده، الكيرف ده هو ده الجايدز بتاعي اللي انا هعمل عليه الباتش، فانا هدوس عليه بالشكل ده كده وادوس بيمين الماوس انتر وبعدين انتر، شايفين عمله لي بالشكل ده اهو. يبقى انا ممكن عن طريق ان انا بعمل جايدز سواء خطوط او كيرف في 3 دي اهي بيعمل لي الباتش. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.